حليب ان شاء الله. ايه انا فين العاد؟ ابدا سايب النقله دي للمعلم عبد الغفار الفكهاني. بنت دي يا اخي يا العالم تقصد مين؟ على اخوك الكلام ده جميده. انا مش عارف البنت دي مسترجله كده ليه مع انها انتايه وحلو ده عليها غمزتين. ما تاخديش امار، ما هو الجمال يتوه العاد. انت لسه ما كلمتهاش؟ والله يا اخي ما انا عارف، كل ما اكلمها لساني بيتلجم. تبقى حمار بصحيح. الله، ما دام انت متشحتف عليها كده ما تتكل على الله وتقرا فتحتها. انت عارف يا فرج، العين بصيره واليد قصيره. ما هي اخرى اخر غول، يعني لا هتطلب ولا تشرط. يا جاي. ايوه يا معلمي. انت فين يا جاي؟ اهو بالاذن بقى شوفك المغربيه. ان شاء الله مسلم لي على خالتي حليمه. يلا يلا يلا. البطاطس المعلوم من عينيا يا معلم محروس. اتفضل. ايه ده؟ ما تفتح مخك بقى ولا هات شكاره رز من عندك يا سون. اتفضل. مع السلامه. على فين يا حمص؟ ابدا يا معلم. ايدك بالمعلوم بتاع الشهريضه واللي مكسور عليك بالشهر اللي فات. وكتاب اللي بس استفتحت يا معلم. اديك استفتحت اهو. ايدك بقى على المعلوم ولا اخلص عليك؟ طب اديني مهله يا معلم. يا نصيحه اهلك. يا عالم يا عالم يا عالم. معلم انا معذور اكتر منك، والعجله لازم انا اصلحها على حسابي والا مش هخلص من معلم صاحب الكارو. خلاص انا اللي عندي قلت روح انت للمعلم وانا عفان معاه. طب اديني حق النقله واتفاهم انت مع المعلم. ده انت البعيد نطعه قوي. يلا من هنا. يلا يلا غور امشي. قول يا معلم. عينيا عاوزين عرق الرجاله. مالك سرحان في ايه؟ في ايام زمان ايام ما كانت عيله الجبال السياد الحاره. يا ترى الجنه لما كانوا ساكنين البيوت دي كان يخطر على بالهم ان احفادهم هيجي عليهم يوم ويتهانوا بالشكل ده؟ هذه حال الدنيا. وحد الله لا اله الا الله. طب اذا كان ده حال الدنيا يبقى مفروض البني ادم يتصرف فيها ازاي؟ الصبر لغايه ما يفرجها ربنا ويرجع فضل الجبال زي خالتي حليمه ما بتقول وزي الغلابه ما قاعدين يحلموا. اهو ده اللي احنا فاتحين فيه. واحنا في ايدينا ايه بس نعمله؟ نقف ضد الظلم والظلمه. اديك انت راخر بتحلم. لا ما بحلمش. اديك انت مثلا فيك قوه يا قوه الطور، لكن استفدنا ايه من قوتك؟ انت بتوسى اخوك على ايه؟ انا بدي انه ينجد نفسه وينجد الحاره من الذل اللي احنا فيه ده. ربنا قال ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. خد بالك يا ابن ابن الجبالي، جعران ورجاله حاطين عينيهم عليك. دي عافيتك لا تضيع نفسك. اه لو كنت في عافيتك ما كنتش استنى يوم واحد. لكن صحيح جسم طور وقلب عصفور. كاتب بقى كاتب بقى. لو انت صادقه انا اللي بغسل واطبخ واعمل كل حاجه واغسل وانت بس مره على الفاضي. غوري من وشي بتاعك احتلك. احتل ده ايه؟ تكونيش ناويه تمد ايدك عليا وتضربيني. ما تقولي ما تعمليش. بس يا جماعه مش كده صوتكم جايب لاخر الحاره. قول لامك ما تطولش لسانها عليا.
انت اللي عايزه اقطع لسانك من لغلوغه. يا ابني قلت لها تساعدني في عمايل المفتقه من صباحيه ربنا وانا واقفه على رجلي لحد وسط ما اتكسر وانا بحضر في المخلي ما خلصهاش حضرتها. قلت لها سيبيها واعملها بعدين. حبت فين؟ بعدين؟ دي الحاجة دي كان لازم تروح للمعلم جعران من أول امبارح. والله أنت تعبة نفسك يا وانت. هو إحنا يعني بنشوف منه ولا من رجالته؟ مليه محمر؟ نصيب. قالت الجبال بقى تخدم شوية بلطجية وحرامية. أه يا فالحة يا أم ولسان. سلامتك يا أم. سلامتك. الوضع يا ابني رجع تاني بجنبي. وضع ربنا ما يوري إلا العدوى الحبيب. طب خش. خش استريحي انتي وزينب تكمل المفتاح. خد يا بنت. ايوه خش يا ام على مين. خش يا ام على مين. سلامتك يا ام. مساء الخير. مساء الخير. مين؟ زبيده. يا مساء النور. يسعد مساك. أنا كنت عايزاك في كلمة. أنا خدامك. العفو. أنت جدع أمير وسمعتك زي الورد وده اللي خلاني أتجرأ أجي أكلمك. خير؟ عايزة أقول لك كلمة بس ربنا يقدرني وأقولها. قولي أنا تحت أمرك. خايفة تظن في حاجة وحشة. أعوذ بالله. المعلم محروس. ابن خالتي؟ ماله؟ أصله كان وعدني. قولي كملي أنا سامعك. كان وعدني بالجواز. محروس؟ لا يستر عرضك تكلمه قبل ما تفضح. ده لو ما وفاش بوعده هتبقى مصيبة. والله يا اخي انت راجل كافر. استغفر الله. ليه كده بس يا معلم برهان؟ عشان بوستك مش خمرانه. بالذمه يا جماعه البوزه دي مش خمرانه. يو طب ده المعلم حيدش اجدع واحد يخمر بوزه في بر مصر. طب لما هي خمرانه امال ما بتعملش حاجه في الفانوخ ليه؟ فانوخ رمضان. زيح يا معلم برهان زيح. اذا كانت البوزه مش خمرانه سيبها تخمر في فانوخك. اهلا يا سيجابر. الله جابر اللي جابه وقال. اهلا يا سيجابر. خير يا معلمين. اتفضل. مساء الفل. ايه ما تكونش عايز تقلد الرجاله. تقليد الرجاله شرف يا معلم. فل هات يا قرعه هنا. يا معلم ما انت عارف اني ما بشربهاش يا ابن خالتي. امال جاي ليه؟ جاي تخطف لك ركعتين تبقى غلطت في العلوان. منور معلم دكتور. عندي كلمتين مهمين يا ريتك تديني فرصه اقولهم لك. قوي قوي قول. طب مش احسن نتكلم بره؟ حابك يتشعن والعالم دي قاعده. يا محروس ده موضوع يهمك اكتر ما يهمني ومش ممكن يتأجل. ولا نزلي دور للرجاله هنا على ما ارجع. من عينيا يا معلم. اشكر يا معلم محروس. يا سيدي ايه الموضوع بالظبط؟ بس على شرط ما يكونش له دعوه بالاخلاق. مفيش حاجه ملهاش دعوه بالاخلاق يا محروس. ده بقى هنا انا هنخش في موعظه اخر الليل. انا اخش البوظ احسن. صبرك بس ده بخصوص زبيده. الزبيده؟ بنت عم اسماعيل بياع البطاطا الله يرحمه. ولا انا فاهم حاجه. انت قصدك ايه بالظبط؟ لازم تتجوزها حالا يا محروس. لا ده مفيش خشيه بقى ومفيش حاجه. وهي ازاي اتصلت بيك؟ مش ده المهم. المهم اننا نمنع المصيبه دي قبل ما تحصل. المصيبه دي في دماغك انت بس. انت مش وقتها بالجواز. افرض بس انا دلوقتي مش عايز. امال كنت وقتها بس عايز؟ يا اخي حرام عليك. دي بنت يتيمة وأبوها كان راجل طيب وليه أفضال علينا. أنا بقى ما أمنش لواحدة فرطت في نفسيها. مهما كان رأيك بس الشهامة أحكام برضه. شهامة؟
فضك بقى من الكلام الخايب اللي في دماغك ده. طب اتستر عليها وبعد كده اعمل ما بدالك. انا ما اسمحلكش تتكلم معاها في موضوع زي ده، فاهم؟ وبعدين ده مش سامع واخد حدها معاك، اتجوزها انت يا اخي، وسيبونا احنا بقى لدماغتنا. مالك؟ في حاجة مزعلاك؟ قولي في حاجة بسطاك، ما لقيش من اولها لاخرها عتنانة. روق كده امال وادعي لربنا وقولش لله يا فضل يا جبالي وهو يفك الكرب. انت شايفة ان ده ممكن يا خالة حليمة؟ اكيد، بس لما يرضى عننا. مش ممكن يرضى عننا طول ما احنا شاربين الذل وساكتين. ضروري راضي عنك لانك من صلبه وزيه، ومن صغرك اتحرمت من امك وابوك وبتحب الناس وعاوز الخير للحار، يبقى اكيد راضي عنك. صباح الخير يا سلام. صباح الهنا يا ست المبارك. ازاي تضحيه والعيال؟ نحمده على كل حال يا ست شرار. من لسه بدري يا ست هانم. اصرعت عن السامعين يا سيدي المعلمين، كنت بعطل شويه ويا دوب النهارده قدرت اطلب طولي وقف. طلبك عزرائيل وريحنا من خلقتك. غلق دخل على جوه. ما تفتح الباب دي مش محسوبه. يا جدع اللي قلنا يا معلم عبدوه، لو لاحظ كده يعني ربنا كرم وحب يشتري عربيه تاخد منه كام؟ الله 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 الله، انت كده عايز تبقى صاحب ملك كده خبط لازم؟ الله، هو يعني السؤال حرم يا معلم؟ طب شخشخ جيبك بقى وهات 20 ريال ونص. ليه؟ انا مش عايز ابو الحمار. حمار ايه يا حمار؟ ده الحمار لوحده ب 15 ريال، انت لو باعوك كده على بعضك مش هتجيبهم. خرج خرج خرج. فرد يا فرد. تتهاني ازاي وانا عايز؟ يا ابني يا ابني، اللي حصل ده ما يعتبرش اهانه بحارتنا. يبقى منعول ابوها عاره على ابوها عيش؟ لولا اننا فقرا ما كانش ده حصل. فقرا ولا اغنيه ما تفرقش. ده جابر عنده حق، اللي يقبل الاهانه يتهان. فرد انت ازاي تمدينك على واحده ست؟ انت مصطوم؟ امشي من هنا يا مخبول يا ابن المخبول قبل ما اعدمك العافيه. تنتقل للادب يا ربي. ارهدك يا الطاف الله. والله العربيك يا ابن الصرم. الاصول تستوجب ان محدش يتدخل. مر عليك يا اخويا. فرج الجبال. مر عليك. مر عليك. مر عليك. مر عليك. صل عليك. صل عليك. صل عليك. مبروك. ربنا يجعل ايامك كلها افراح ان شاء الله. سبحان الله، صاحبك جاي عشان يتنحلس اهو. ما هو ده بتاع كله، سيب من يوضب اموره، دايما مع الرايقه. فضل الجبالي ما ماتش يا جدعان. فضل الجبالي رجع لنا تاني يا رجاله. اسمه الجديد فرج الجبالي. اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك. Thank you.
حصل؟ ابوك الله يرحمه كان زيك كده في قوتك، بس ايه الفتوانة عايزه قلب جامد جامد قوي يا ابني. انا لغايه دلوقتي مش مصدق يا اما. والنبي انت زي فضل بالظبط في زمانه، ربنا يقدرك وتسعد اهل حتتك وتسعد نفسك. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. الاولى بسم الله والثانيه بسم الله والثالثه لا حول ولا قوه الا بالله. دي ناس قويه من عند ربنا. ربنا كان عالم بحالنا. اللي حصل ده يشرح القلب ويزيل الغم. كل الناس لازم تتبسط وتفرح. مش عهد فضل الجبالي رجع من تاني؟ بكره الرزق هيتوفر للغلابه. خلي العيان يعرفوا ان الله حق. المعلم فرج وعد بكده؟ عمره ما فكر في الفتوانة اللي عشان يرجع الخير والعدل للحاره دي. بكره القش هتبقى معدن ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله رب العالمين وناصر الضعفاء والمظلومين، وقد نصرتنا وانعمت علينا بفتوة من اولادنا الابرار. اللهم شد أزره وقوي ساعده في نصرة الحق. آمين. وجنبه طريق الضلالة والباغي. آمين. ولا تحمله ما لا طاقة له به وأنت خير الراحمين. آمين. حضر الدواء يا وطن، حضر الدواء يا وطن. يا تطير يا جمال الفرق، ربنا يعمل بيتك يا معلم فرج، ربنا يكرمك. جزاك الله كل خير يا معلم فرج، جزاك الله كل خير. بشر يا مولانا. يا واد يلا رجالة. يا من اصلك الطيب يا معلم، ما انت حفيد الجبالي اللي بنى الزاويه دي والسبيل ونعم الاصل. بشر يا مولانا. والله اللي اتعمل في الحاره السهلين دول ما اتعملش من سنين. نعم. كل اللي يهمنا رضاكم يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. وده كلام يرضيك برضه يا برهان؟ انت عارف اذا كان عليا انا بلاش احتوى خالص، لكن دي امر الفتوى وانا عبد المامور. بالاذن. السلام عليكم. معناته ايه يقفل الاجريه والبيعه السريحه من الاداوه ويدفعها لنا احنا الطقطه ايه؟ والله انا مش مطمن وخايف لا ترجع ايام جده فضل الجبالي اللي بيقولوا عليها ويبقى الفقر للجميع. انت اللي مكبر الحكايه قوي يا اتفاق. ده مسؤوليه كبيره والحاره فيها حاجات كتير لازم تتعمل. يا اخويا زي ما انت شايل هم الحاره كده، شوف حالنا احنا الاول. يا اما الفتوه ده حامل حاره وكمان عليه يرعى مصالحها وما يفرقش عن اي شحات في الحارة، مش كده؟ خليك ماشي ورا كلام جابر اخوك، اذا فلحت بقى بني. ياما انت معايا ولا عليا؟ بطالي بقى تبص في العلالي، اللي يبص لفوق يتعب. لو كنت ببص لفوق ما كنتش رفضت امبارح الجواد من اغنى تجار الحارة. قلت ما حدش ابدا يحل مطرح المرحوم ابوك الله يرحمه. اقل حاجه ممكن تتقال. قلت اكراما لابوك، مش خوف منك؟ انا ما عملت زي ام جابر اللي اتجوزت قبل 40 المرحوم ابوك ورمت ابنها لحليمه الدايه تربيه وسافت هي مع جوزها. شيلك من السيره دي، مين الناس اللي قالت هتملك؟ مش ناس ثم كمان قطار ومشروب. مين هو ده؟ المعلم زينه تاجر النحاس. ده في سن تقريبا ومتجوز. اهو ده اللي حصل، نجري العدل على الناس ونظلم نفسينا، اهو ده اللي احنا فالحين فيه وبس. سليم كلامك سليم يا حبيبي. انكتمي انت انكتمي. خلاص ما تزعليش. خدي دول. خدي يا زين. انت مش قلت ان دي فلوس الغلاب ومش ممكن تلمسها؟ معلش خدي. ما تاخدي، يعني القرشين دول هم اللي هيأثروا عليهم قوي؟ ما احنا غلابه احنا فخرين. فخش عليك وعلى اللي خلفوك لما بنلمها. انت بتشتميني يا بنت الجربوعه يا شلق. انت بتتطاول عليا يا ابن القرود يا سيدي الجبال يا كل ما تحت حار. طب والله العظيم لما ارضيك الاكل. طب
خلص الحق فيا من الجبال. ده انا عارفه فيك الخرب. يا بلد يا بلد يا بلد يا عواطف يا خطاب يا ابن الجبال. خد عينك وليه بنت؟ روح روح. طب سيبوني وانا افرجه معاك. خلاص خلاص، اهدي بقى، انت عامله فيها فتوايه. قال لي ادب وقلت ادبه. عندي يا سيدي نحمده. معلم فرج الله يستره، شال الاتاوه من علينا. انا ما اقصدش الحكايه دي. فاهم. هعمل ايه بقى؟ ربنا كبير. اما امرك عجيب، الحاره والحمد لله ان صلح حالها والناس كلها مزعطره. افهم بقى انت مبوز ليه؟ ابدا مفيش. وراس الحسين فيه من ساعة ما جيت وانت قاعد ساكت مش عوايدك. خالت حليمة، انا نويت اكمل نص ديني. يا قلب نهار ابيض، اهو كده فرحت قلبي. تصون نفسك وشبابك. قولي بقى، انت حاطط عينك على حد؟ وسيد الرجاله يشتغل على كاره، على انه يقدر ياكل الشهد وهو مستريح، ولا يقدر حد يقول له ريح فين. ما تخلي ذنوبك الجدعن وتجيب لك عيل تفرح بيه يا معلم. والله يغلبنا، ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وقف هنا يا معلم. يس. ما نتحرمش من صحتك وعافيتك يا معلم. مع السلامة. ما يلا يا معلم. ها؟ القلعة يا معلم. مالك قبل كده؟ لا دي اول مرة. ما هو بنات الاصول كده. بنت المرحوم السمري اغنى راجل في الحارة. انا امواك حقيق ملو جمال، بس كل ما يجي لها عريس ترفضه، وموقفة حال اختها الصغيرة. ليه ما بتركبش الدكار؟ مزاجها مزاجها تركب عربية في تويتنا. ها عجبتك؟ انت بتقول ايه يا ولية؟ الله يا معلم، ده شغلي ابيع الهدوم واقدم السعد لحبايبي. صلاة النبي يا صلاة النبي. بصي يا حبيبتي، بس دي فاتحة عليك قوي يا حبيبتي. حلوة يا اختي حلوة. ما تنفعكيش. لا لا حلوة. ايه يا حبيبتي؟ اهلا يا سفارة. ايه ده؟ ايه ده كله؟ منين الحاجات دي؟ اصل لينا اتخرجت النهاردة عشان تشتري طرحة من عند المعلم عزيز، عشان تحضر بيها فرح اخوك جابر على الزبيده. الراجل طلع عنده ذوق وما رضيش ياخد منها ولا مليم، واداها كمان حتتين قماش هديه. راجل عنده ذوق بصحيح. فعلا ذوق. انت ازاي انت يا وليه دول تقبلي منه حاجه سفلقه؟ سفلقه؟ سفلقه ايه يا سفاره؟ مش انت اللي قلت لنا نروح فرح الزفت اخوك ده؟ هنروح بايه؟ بحلاقنا؟ جعان زي ده عاوز يكسر عيني بدلوقتكم. هو لا يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل؟ يا اهلا، اما يبقى معانا ثمنها نبقى نشتريها. كلام ايه ده يا معلم؟ وانا معقول برضو هاخد منك ثمنهم؟ وانا ما اقبلش اخد حاجه من غير ما ادفع ثمنها.
استغلطت في العنوان يا معلم. ايه خير؟ في ايه؟ جدع ده مستاول قلب علينا، محدش عارف ياخد معاه لا حق ولا باطل، مش عارفين له سكه، لازم تنجاب مناخيره الارض، مفيش حل غير كده. ومين بقى فالع اللي هيجيب مناخير الارض؟ انت؟ الاعور ورجالته. جعران بعت لي مثال، هو ربط معاهم يخلصونا من فرق، على عشم انه يرجع ويمسك هو الفتوانه تاني. وماله؟ جعران بتاعنا برضه. بس الاعور ورجالته طالبين قرشين كويسين. المهم نخلص من المفتري ده. الواجهة معلم وجعران، ربنا يستر. مين دول يا رجال؟ ده فارق الجبالي اللي عامل اللي فيها فتوة وزفته. هو بقى ده بسلامته؟ خش عليه لما رقصك يا ابن المرة الغزية. خليني مع الكفة اللي هتفرح. المعلم فرج الجبالي. اتفضل عليه حاجة ما انتش عايزاها. أنا متأكدة من شهامتك وحاسة قد إيه أنت ظلمت نفسك. أنت مظلوم أكتر مني. على كل حال دي غلطتي أنا. فين يا معلم دكتور؟ مش باين بقالهم ايه؟ مزاجه مش رايق. وايه اللي معكره؟ زعلان يا سيدي عشان الرجاله بتطالب بحقها في عركه الحلواجي. والله ما احنا عارفين نتفاهم معاه. اذا كنتوا انتوا بتقولوا كده امال احنا نقول ايه؟ القصه كلها انه عايز يرجع عهد جده الجبالي. ايوه يا سيدي، عايز يخلي الشحاتين اسياد الحاره والاعيان والتجار يبقوا شحاتين، يخلينا مسخه بين الحواري. وايه العمل دلوقتي يا شيخ علاج؟ هقول لك ايه، خدوا بالمسايسه ريحوه. نشوف بالاذن. اذنك معاك. السلامه. ولحد امتى هنفضل على الحال ده؟ لغايه ما ينفذ امر الله كده. ما هو مفيش امل طول ما الوحش ده عايش. رجالتك بايديك تملك قلوبهم، واوعى تخليهم يعدوك.
يا اما الناس النهارده متعشمين فيا، عايزاني ايه؟ اخيب ظنهم؟ محدش قال كده. امسك العصايه من النص. الاعتدال حلو. اقعدي يا بنت ساعديني في الخبيث. يا اختي هديتي حلو طول النهار. الله، دي الرحمه واجبه. شوفوا يا اختي كهل النسوان. يا باكسه، لما انت حيلك مهدود داخله ورا جوزك ليه الاوضه؟ عايزه تهدي زياده؟ ربايتي مش هتخلينا ارد عليك يا حماسي. يا شوم دربايه، امك الافيونجيه ولا بيدك النشال؟ برضه احسن من ريشك بشك يا حماسي. قطع لسانك. انا برضه خمنت اني هلاقيك هنا. ايه مالك؟ مفيش ازاي؟ ده انت من صغرك كل ما بتتضايق تيجي تقعد هنا لوحدك زي جدنا الله يرحمه. كل ما تتأزم الامور كان يطلع يعيش في الخلا لوحده. ايه الحكايه؟ ما سمعتش الكلب في توت الحلواجي قال ايه على امي؟ يا راجل دي شتيمه عاديه زي اي شتيمه بتبدي بيها الخناقات. مش حكايه خناق، ده نفس الكلام اللي كنت بسمعه من زمان وسمعته من تاني من قريب. يعني تلاقي اهل الحرب بيتنقوروا على سيرتي وعلى سيره امي في السر؟ يا فرد، ده حتى الانبياء شنعوا عليهم. ده احنا لو خدنا على كل كلمه هتتقال يبقى مش هنخلص. الشك ملخبطني زي ما يكون عقرب معشش جوه قلبي، كل ما احاول اشيله من مخي بيلدعني. انا مش متخيل انك تفكر بالطريقه دي. عيب عليك يا راجل، دي لو كانت لمؤاخذه ست بطاله ما كانش ابونا اتجوزها. انت عارف يا جابر ان امي اغلى شيء في حياتي، وخايف يجي يوم عليا اكرهها واكره نفسي. انت بتخرف تقول ايه؟ بقول اللي بقوله، بس اللي هيمسها بكلمه هقتله. روق كده. امال انت وراك مشاغل كتيره في الحاره. يلا قوم يا راجل. تاكلي يا بنتي، ده انت طول النهار على لحم بطني. خدي روقي، دي خبازة خدت الحليمة والله جد صوابع براك. وبتجيلك دوخه؟ في ايه؟ زبيده مالك؟ الف مبروك، الف الف مبروك، ربنا بعت لك هديه، اغلى هديه. زبيده حامل يا جابر، او النبي حامل. انا النهارده اسعد واحده في الدنيا، مش مصدقه ان انا هشوف ولادك. انا هوزع عيش ونابت، انا كنت نتاهه. عايزه اموت، عايزه اموت. مالك؟ ابدا مفيش. يا اخويا ما تتخضش عليها قوي كده، كل الستات بتتعب في الشهور الاولانيه. خد يا حبيبتي. وانت يا ادم السعد، انت ما تعرفيش غلاوتك زادت قد ايه عندي النهارده. يا ام ابن ابني، شوفي بقى، انت من هنا ورايح تريحي نفسك على الاخر وتنامي على ظهري. ايوه، وكل اللي عليكي تخلي بالك من اللي في بطنك وما تشيليش هم البيت. طلباتك وطلبات جوزك انا اللي هقوم بيها. ايه في ايه؟ ايه الحكايه يا شيخ علام؟ الواد بيعبس مكسور عليه 3 اشهر. يا ابني ده عندكم لحمه. الناس صالحه يا معلم، ده واد مناكف وفقري
وبعدين المعلم عبدون بيدفع القتاوة تمام التمام. يا معلم عبدون، لو ليا خاطر عندك خلي الواد يعبس يرجع بيته وفي بحر اسبوع، اذا ما سددش اللي عليه يبقى لي معاه كلام تاني. سامع يا دعبس؟ ربنا يخليك يا معلم ويوقف لك ولاد الحلال. كلامك نافذ يا معلم. تعيش. بقول ايه يا معلم؟ اسم رمي في السبيل. نغير المقاول ولا ايه؟ اتصرف يا اخي انت بقى. وجب يا معلم. معلم فرج، معلم فرج. اصيل ابن اصول. ربنا يجازيه كل خير. امبارح شفت لك منام خير، اللهم اجعله خير. شفت قلاش اكابر يتمنوا لقاه، بس مستنيين لما الخطوه تيجي منك. وعاوزين ايه من سواق الكار؟ معلم فرج ما تأخذنيش، أصل إيه؟ مالك؟ لقيتك لا بتسأل ولا إحنا على البال، قلت يعني يمكن مش عاجبين. يا خبر بقى ده كلام. أنا خايفة البوح بسرنا يكون قلل شأننا يا معلم. معاذ الله، ده انتي غالية عندي قوي يا ست ملك، غالية قوي. انا مكسوفة قوي، انا مش عارف ايه اللي انا عملته في نفسي ده. كل خير، كل خير، كل خير ان شاء الله. لا ما تفهمنيش غلط، ما تفهمنيش غلط نبي يا معلم، ما تفهمنيش غلط يا معلم. راجل يقدر يزلزل اي فتوة هيهزوا شيء زي ده؟ هو جدنا فضل كباري مش حاب نرجس، هو ده يعني كان غير في ايه بس يعني. مساء الخير يا معلم. مساء الخير يا معلم. مساء الخير. اوامرك. لا اصل يعني كان في موضوع كده كنت عاوز اخد رايكم فيه. تعال اقعدوا. خير يا معلم. ايه رايكم يعني لو اتجوزت واحده تانية؟ طب وماله يا معلم؟ ما انا برضو عازم على الجواز من واحدة تالتة. الرجالة ما تتعيبش بسبب النسوان، بس يعني الموضوع فيه مشكلة. علشان يعني عدم المؤاخذة الست هانم الجديدة من بنات العيان. الله، ده انا كنت فاهم ان المسألة سر. الحب ريحته بتفوح يا معلم. والناس بتقول ايه؟ وش يهمنا من الناس؟ ملعون ابوهم. هو ايه اللي ملعون ابوه؟ المهم رجاله المعلم المخلصين هيطيروا من الفرح. انت فهمت غلط يا دوكش، فرج الجبالي مش هيتغير. معلمي، مين ولا مؤاخذه من الفتوات يرضى بالعيشه اللي احنا عايشينها دي؟ فرج مش هيتغير يا دوكش، ولا يمكن هيتغير. بلاش كلام فاضي، ده عجبجي ابن عجبجي. لكن صاحبه الشأن موافقه. ولو ملك، دي مجنونه، ده بعد ما تنفذ الشهاده كنت واطي على الحافي ده. ملعون هو واصله الواطي، ده عمر الحرمه شافت خير على ايدين جدوده. يعني ارد عليها اقول له ايه؟ الجماعه بدهم يعملوا ليله تليق بفتوه الحاره ومقام العروسه. وانا ما اقبلش حد يجب علي. في غلط الكلام ده؟ معاش غلطك يا معلم. اما بخصوص السكن، انا شخصيا ما عنديش مانع ان العروسه تستنى في بيتها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرجها واشوف لها سكن يليق بمامة ونعم القرار. بس في موضوع مهم يا معلم، يا ريت صدرك اتسع. في ايه تاني؟ اتكلم انت يا سعلان. يا معلم، الصناعية والعمال الاجارية اتفرعنوا، ما بقاش حد قادر يحكمهم في الشغل. ما حدش له فضل على حد يا سعلان. مش القصد يا معلم، شوف كم بيت مفتوح وكم نفر بيسترزق من وراه، ودكاكينهم وبيوتهم كلها زينه الحاره. شوف انت خريطه دي كانت تبقى شكلها ايه من غيرهم، وهو على يدك من اللي بيدفعوه اتبانى الكتاب وجي حصير الزاويه ومرمه السبيل. هو كل ده مش كفايه؟ بس لا مؤاخذه يا معلم، لا مؤاخذه، يعني القتاوه دي ما بتتاخدش ليه غير مننا؟ لانكم انتوا بس اللي تقدروا تدفعوا، وهي متيسره معاكم والحمد لله.
بس الناس يا معلم بيفسروا المسألة دي على هواهم وبيستهفوهم، ومن حقهم برضو انهم يطالبوا بمعاملة تليق بمقامهم وأعمالهم. احنا شايفين في عدلك الشامل شيء من الظلم. ظلم؟ ظلمك لنفسك ولرجالتك. ليه انت ما تاخدش حقك ونصيبك بالكامل واخده هم حقهم؟ لو ما ابتديناش بنفسنا مش ممكن يتحقق اي خير. انتوا مش بتضحوا بدمكم فداء لكرامتنا؟ الفتوة ورجالته لازم يكونوا من الاكابر، المفروض يكونوا كده. المفروض؟ لا، جد الجبالي عاش من عرق جبينه وهو اصل الفتوى. لولا ان جدك الجبالي الراجل العظيم الله يرحمه عاش في اصل البنان، ما كانتش الحارة عرفت الخير. الفتوة اتخلق عشان يبقى من الاعيان، ربنا يلعنني في كل كتاب ان كان ليا غرض ولا بكذب في الكلام اللي انا بقوله. نشرب بقى في صحة الكلام. نشرب. اتفضل يا معلم، ودي بقى لزوم الليلة الكبيرة، هتدعيلي. مقبولة منك يا معلم سليم. سفارات، اهلا يا سفارات. اهلا يا ابني. زينة. نعم. تعال يا معلم. من عينيك يا إرادة ربنا ملناش فيها حيلة. أنا هتجوز واحدة تانية يا زينب. انت الراجل الطيب. إرادة ربنا. لا لا، ما تتمحكوش في ربنا، قولي انه الشيطان. ايه اخويا، ايه عاوز ترميني بعد ما فارق شبابي وعمري كله في خدمتك؟ لا لا، كل حقوقك محفوظة. ربنا وحده ليا. يا ربنا يا خايب العيش والمال. ده يا بيت لازمتها ايه الشمشانة دي؟ لو اول راجل يتجوز على مراته يا عم زخرك. يا بنت خليه يتجوز، خليه يشوف حاله. يعني انت عارفك الفقر اللي احنا فيه ده؟ يعني حل هينعد لما يتجوز عليا. انا على راي المثل المليان يكب على الفاضي، هو اللي عندي ملك شويه. اذا كان ده اللي هيغنيني انا عاجبني الفقر. متحرمش يا ست الرجالة.
الله، ايه ده؟ همشي. تمشي ليه؟ كفاية كده. من الأول وإحنا متفقين إن جوازنا ده لغاية بس ما نلم المشكلة وكل حي يروح لحاله. طب ومستعجلة ليه؟ أنت استحملت كتير زيادة عن اللزوم. وأنا اشتكيت لك. أنا حاسة، حاسة كل ما بتشوفني كأنك بتلوم روحك، وزي اللي بتقول أنا عملت إيه في نفسي. أنا مش الست اللي كنت تتمناها. ده أنت بنت حلال وأصيلة، بس أنا بصراحة مش قادر أنسى حكاية إن أنت محروس. ما تكملش، يلا عشان ألحق أوصل قبل المغربية. اللي حصل ما بقاش فاضل منه إلا الذكرى المرة. عاوزاك تعرف إني غلبانة ومانيش واحدة بطالة. أنا اللي حدفني على الهم ده الخوف مش أكتر. بعد أبويا وأمي ما ربنا افتكرهم، لقيت نفسي واحدة نية وسط غابة، غابة وما بترحمش، ولقيت محروس بيمدلي إيده. ما كنتش عارفة إنه طمعان فيا، عاوز ينهشني. كنت عامية مش شايفة الصح من الغلط. أنت يا سي جابر أول واحد يهتم بيا ويخليني أحس إني بني آدم. عشان كده عايزاك تعرف إنك أغلى حاجة في حياتي، وهتفضل كده على طول. وربنا يقدرني أرد لك معروف. زبيد ما تمشيش. أنا مقدرة عاطفك ومش عارفة أرد لك جميلك بإيه، بس العيشة ما بتقومش على العاطف لوحده. فوتك بعافية. زبيدة أنا بحبك. اسمعوا الإشارة، الحكومة بتقول النيل السنة دي ما وفاش وعده، الفيضان شحيح والخير احتمال يقل، والحكومة بتقول لكم إياكم والتبذير، وكل واحد فيكم يربط الحزام على بطنه ويمسك إيده في المعايش لحد ما تمر الأزمة على خير، والحاضر يعلن الغايب. وإيه تاني؟ اذكروا ربكم. احنا نلاقيها منين ولا نجيبها؟ معناته إيه؟ إن البلا والمصايب ممكن تيجي ورا بعضها وما تخليش حاجة. زي إيه؟ يعني الأكل يقل ويمكن يختفي نهائي. يبقى الواعي اللي يخزن من النهارده اللي ينفعه بكره. والنبي يا معلم تربطه بعيد شويه احسن، ده اكل حاضر زرع. انا عمري ما شفت حصان كيف ورد. معذور العليه لما كان بيبقى فيها شويه ترسيم كان بيبقى فرحان، كانت ابو ده عياله شاف الورد اتهبل. من ساعه ما عرفوا الخبر والشرع بالطوابير الناس هتقطع بعض على البضاعه، والوكالة عليها زحمة؟ ايه؟ عليها زحمة؟ يوه عالم زي يوم الحشر، زي يوم الحشر. والحكاية دي بقى هتطول ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ أنا دماغي مش ناقصة. أنا ما بصدق أرجع البيت علشان أريح. تعرف يا ملك؟ أنا عمري ما كنت أتخيل إن في حمام زي ده في أي بيت. إيه ده؟ ده أجدع من حمام السوق. بلح ومية سخنة وآخر حلاوة. ولا حد ممكن يصدق ان الجنة دي موجودة في حارتنا الناشفة. الله ريحة طبيخك يجنن يا ملوكتي. مطرح ما يفرين. يا سلام يا جدعان، لو الدنيا دي كلها كانت دنيتك يا ملوكتي ما كانش الواحد عارف طعم الهموم. ما هو انت اللي تعب نفسك يا سيد المعلمين، ما
بتشقى يوماتي من صباحية ربنا للمغرب. عشان ايه؟ ملاليم؟ مين يعقل ده؟ عشان اعمل ايه يعني؟ ابطل شغل واعيش بلطجي؟ بلطجي ليه؟ ما الحمد لله ربنا غنيها اهو. بقول ايه؟ ما تمسك الاداره في وكاله الدقيق. اسيب كاري؟ الناس تقول ايه؟ ما تقول اللي تقول، هم الناس ليهم عندنا ايه؟ هيقولوا عايش على قفا مراته، وده عيب، عيب كبير قوي يا ملك. وما هوش عيب لما تسيب مال مراتك للغرب ينهبوه. طب ده انا مش عارفه لحساب الوكاله اول من اخر. والمال مال مراتك يعني مالك؟ لا لا يا ملك لا، فرج الجبالي لا يمكن يتغير. يوه، وحد قال يتغير؟ وتفكر برضه في ثمن وزاد. كل ده مش طلعه الناس على الشارع يا اخويا. خدي واد عربيتك وتعالى شيل الحاله دي. الله يعلم. الحمد لله يا عم مريحين نفسنا. عارف لو الحاج عبدون زينا كده ما كانش تعب نفسه. ما تتنقورش، بيقول لك جايز الفيضان ما يجيش خالص، وساعتها اللقمه الحاف اللي متحصل عليها بطلع الروح ما نلاقيهاش. الضرب والعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. المعالم جوه يا شاكر. ايوه موجود. اتفضل يا سجاد. عن اذنك اخويا. الله، ما تزقش امال ايه يا عافيه. الله، ما تقول يا صبح. ايه الكلام ده؟ هو ده اللي حصل صراحه بقى فرج اخويا. انا خايف الامور ترجع شويه شويه زي ما كان زمان. قصدك ايه؟ بدون زعل كده، رجالتك في السوم عايشين عيشة البلطجة، بيخنصروا من القفاوة اللي بيحصلوها، ونصيب الفقراء والغلابة رجع أقل تاني. وفوق كده الرجالة غضبانين. أنا بعمل كل جهدي، لكن حملي أتقل من الجبال. طب ما تغيرهم وتجيب رجالة تانيين. بس هم الكترة وهم الغدر. والعمل هتصرف، بس خطوة خطوة، وإلا هيفلت زمام الفتوانة من إيدي. الله، دي مسايسة بقى. الله رحم الله امرين عرف قدر نفسه. تقصد ايه؟ يعني لو فم ودنين يشيلوها اتنين، وبدل النصايح دي ده هيشتغل معايا وشيل عني شوية يا اخي. ايوه بس ما بسش. بس ايه؟ انت طول عمرك شاطر في الحسابات، فاكر لما كنت بتغششني في الكتاب؟ وانا كنت اضرب لك العيال لما يغلسوا عليك ويجروا شكلك. وبرضه اوقات كنت تستندل وتقلب عليا. اسمع اما اقولك، انت بقى من هنا ورايح تسيبك من شغلة الحدادة دي، وتيجي معايا هنا الوكالة تمسك لي حساباتها. احسن شاكر ده مخليني مش عارف راسي من رجلي. ايوه بس ما قلنا ما بس احسن والله. عمرك هتفوتنا اللي تشوفه. اه كده الكلام. تعرف يا ده جابر، التجارة دي شغلة كيفت منها قوي 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 قوي. حاجة كده آخر منجاها، تقعد طول النهار تقابل كبارات التجار والأعيان، شغلة كده آخر نزاكة واحترام. مش تقعد طول النهار وسط الحمير. شي شي يا بتاع الكلب. لا شغلة غدا. بالمناسبة ما تيجي تتغدى النهارده؟ ده سبيدة وخالتي حليمة هيفرحوا قوي. يا ريت يا جاب، بس النهارده اصله يوم زينة وبتعملها محزنة لو ما روحتش. الله، حقها يا اخي. ايوه يا اخي حقها، ما قلناش حاجة. بس بيني وبينك، الواحد يبقى رايح يقدم خطوة ويأخر اتنين. تعرف ان اكتشفت اكتشاف خطير قوي؟ اكتشفت ان النسوان دي نوعين، نوع زي الجبنه القريش، والنوع التاني تقولش كده زبده قشطه. والمفروض ان الواحد يعدل. طب ازاي؟ المفروض يا زينب تلم ايدك شويه، وبلاش بعزقه يعني اليومين دول. حاضر يا معلم. الكلام ده يا اخويا تقول الملك هانم بتاعتك، والنبي مش مكسوف على دمك، وانت عايش تنعم في دارها، وسايب امك ومراتك عايشين العيشه المره دي. الله، هو انت كل مره ياما تسمعيني المرشح ده؟ على الاقل تعاملنا زي ما بتعامل رجالتك، ولا هم بس اللي يتنعموا بخيرك؟
خدي خدي دول. ايه دول؟ خليهم لك يكون في علمك. انا خلاص نويت اتجوز. انت بتقولي ايه؟ هتجوز. ايه؟ بتهزر يا استفارق؟ بتهزر يا اخوي؟ ما بهزرش، بتكلم جد. تبقي اتجننتي. اتجننتي ليه؟ ده شرع ربنا. ده لا يمكن يحصل ابدا طول ما انا عايش. انت بقى مات يومين ثلاثة ورحمة ابويا، ما انت شايفة مرة عزمت البيت بعد النهاردة. ده ايه المسخرة دي؟ معلم فرج يا قلب، اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا. اسمع يا جدعان، انت عايز تتجوز يا روح امك؟ انا عرض شريفه معلم وكل شيء بالاصول. انا بقى معايا اصول في الموضوع ده، ومن هنا ورايح ومن النهارده. انت مالكش عيش في الحاره هنا. مين عمل فيا ايه؟ هو ده العقل اللي بقول عليه. شراحة على البيت يا معلم محمود، مش كده؟ الله بالراحة. اتقدم منك لوح. أنا ما هي ذنبي يا معلم. ده هم اللي عايزينها تمسكهم بالعافية. اخرس. الله يلعنك ويلعن البوظة بتاعتك دي في يوم واحد. إذا المسخرة دي ما بطلتش هي، أنا حافلها لك يا حنكش. والنبي يا معلم، والنبي أنا ما لي ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ها كملي وانتبهي شويه. معلش غصب عني، اصل الكلام صعب ومانيش فاهمه معناته. معناته يا ستي ان اللي ما يؤمنش بالله يبقى اعمى القلب والبصيره. تمام، كل اللي بتقوله تمام يا سي جابر. وان اللي عامل اليتيم وحش ويقسى عليه وما يحسنش على المساكين والمحتاجين، ده بقى ربنا مش هيرحمه. يرحمه ازاي وهو عديم الرحمه؟ اما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دي طبعا انت فاهماها. سي جابر. والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني اللي شايفين حال العباد ما بيطلعوش حاجة من اللي عندهم يساعدوا بيها المساكين والمحتاجين. طب الناس اللي بتعمل كده ليه ربنا ما ياخدهمش ويريحنا منهم؟ الإنسان المؤمن عليه برضه يقف قدام الناس دي ويمنع الظلم. وإن ما قدرش؟ لازم يقدر، ربنا هيساعده وينصره، لأن الكل ظلم نهاية. والنبي لو حد غيرك قال لي الكلام ده مش ممكن أصدقه. إيه اللي بتقوليه ده؟ أبدا. بقول إيه يا سي جابر؟ والنبي وأنت جاي تبقى تجيب لنا عجور. عجور؟ ايوه، اصلي نفسي رايحاله. حبك يعني تتوحمي على عجور في الايام الناشفه دي؟ خلاص ما تضايقش نفسك. مش خلاص، حلفت عليه واجيبه من تحت تقطيع الارض، ولا يعني عايز الواد يقطع في قفاه عجوره؟ قال له 20 فضة ساعة ايه؟ 2 قهوة وشيشة حلم بس كده. يبقى الطقطق ايه؟ يا معلم ما كل حاجة ولعت، البن والسكر والدخان. يعني الناس تسرق ولا تنهب عشان تعيش؟ لما الدنيا اشتكت احنا نعمل ايه؟ والله دي عالم عجيبة يا جدع. الواحد كرشه قدامه مترين ووشه هيفك منه الدم، وهوش مختش يدعي الفقر. إلهي يفتقله بحقي وحقيق علشان يعرفوا ان الله حق. رحمة جوزك روان. من عينيا يا معلم.
حاضر يا عم السيد. مساء الفل يا معلم. مساء الورد. مساء الفل. صوارة يا رجاله، المطاعم بتشتغل نص يوم من قله الاكل. ما كفايه السيره دي بقى، ولا كل ما اروح حته الاقي الناس بتتكلم في الاكل والتموين، دي حاجه تقرف. هو في اهم من لقمه العيش؟ طبعا المزاج، ربنا ما يحرمنا منه. على رايك. كله الا المزاج، ده لو شاح الناس تتجنن. هو في حاجه مخلينا نستحمل الا هو؟ اخواننا اللي اخواننا يا اخوانا بالهداوة. الاوامر النهاردة شوال واحد بس، وانا بقى عبد المأمور. شوال يا شاكر؟ شوال هيكفي ايه ولا ايه؟ يعني بلاش العيال تاكل. يا جماعة ما حدش يزعل من الاصول، كل واحد ياخد على قد حاجته وبس، احنا في ازمة. ايه يا ابني؟ امره عجيب والله. هو بيجد علينا؟ هم من ساعتها قلوبنا معاه. عم سليم العطر الله يستر بيجيب لها في وصفات ونرقيها مفيش فايد. صحتها يا حبة عيني في النازل يوم ورا يوم. حاضر، انا هكلمه ضروري شقر عليه. ده بقاله تلات جمعة ما جاش. طب اذا كان هو زعلان من امه وانا ذنب ايه؟ انا بتهيألي الولية اللي اسمها ملك ده هي عامله له عمل علشان يكرهنه ويكره امه وتستفرد بيه لوحديها. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا معلم. عادي شاكرين قوي يا معلم، ربنا يقدرنا برضه ويردها لك. الله يكرمك. شاكرين جدا. طريق السلام. بألف سلامة يا معلم علي. ألف مبروك. ألف مبروك. شفتك انت بتتفق مع المعلم علي. قلت تاجر من ظهر تاجر. أه. وأنا لما أدخل أدوى شغلانة لازم أبقى أبدع واحد فيها. أنا اشتريت في كل اللي معايا ومش هنزل غير كام شوال شوال كده يعني. هبيع خفيف خفيف والباقي هيفضل لحد ما السوق يشد أكتر. ساعتها بقى هنركب السوق. بس مش مجازفة دي ان احنا نشتري كل اللي معانا؟ مجازفة ايه؟ اللي النهارده بقرش بكره هيبقى بعشرة. مفيش محصول في البلد كلها. الهي يجعل ايامك كلها مكاسب وربنا يكرمك دايما. من حق، عملت لي ايه في موضوع المعلم سلطان اللي كلمتك عنه؟ هخلصه له عشان خاطر عيوني كمان لوكتي. تعيش يا روح العين. تعرف يا ملك، الواحد يعني ما بينكرش نعمة ربنا وتوفيقه، بس الواحد بيجي عليه وقت ويسأل نفسه فيه اللي احنا بنعمله ده كله لمين. نفسي ربنا يكرمنا كده بحتة عيل. ما تقلقش يا معلم، بكرة هجيب لك ولي العهد. هادي بقى تبقى الفرحة الكبيرة بحق وحقيقة. اخويا جدعان منك له الهمه شويه. 96 97 98 98. انت بتقول احنا شاولنا كام شوال؟ 98. الله، امال انا عديتهم 99 ليه؟ الظاهر سهل عليا. لا اصحى معايا يابا، دي حسابات ناس وانا احب كل حاجه تبقى مظبوطه لاجل ضميري يرتاح. بنسبته ايه بس الكلام ده يا سجابر؟ معلش الشغل ما فيهوش زعل. طيب اروح انا اشوف الناس اللي مستنيه دي. حرامي 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 حرامي. ايه في ايه يا محمود؟ حرام يا ولاد الكلب سرقوا الفرخه. يا خراب، الواحد ما شافش سرقه ونهب زي اليومين دول. اولت امبارح انا ونمو مصطفى جزء قنارب وحزم الطبق. يا خرابي، الجوع خلى العالم تفجر والعطش يهمها، ولا هم خايفين من فتوى ولا حكومه. ايه اللي جرالكم بقى؟ دي اخلاق حارتنا بقى؟ ننش في بعض وقت الشده بدل ما نقف كلنا ايد واحده وقفه رجاله قدام الظروف المهببه اللي احنا فيها دي؟ اخص وقد اعذر من انذر. اللي هيمد ايده فيكوا على اي حاجه بعد النهارده انا هقطع حاله، فاهمين؟ والحاضر يبلغ الغايب. اي حاجه انا في المنزل. ماشي يا معلم. لوحة ما صحيح شح الفيضان، مش رحم حد.
ومفيش احسن من الاخلاق. كدابين ولاد كدابين. هو حد ناحيه خير الحاره غيرهم؟ على رايك، بس هم يخفوا شويه وما يكوشوش على البضاعه اللي بيبيعوها في السر. الطقر ضاع. يلا يا عم شاكر سيب العيال اللي معاك. الوقتين وحياه والدك يا شاكر. يلا يا اخويا اعمل لك همه شويه. الوقتين فلوسك. ايه بس تعالى هنا. بس 20 فضه. ليه؟ السعر زاد النهارده. لسه شويه يا عم شاكر. يلا يا اخويا خلصت ما تعطلش الدور اللي وراك. خليهم ورقه واحده. ورقه واحده مش كنت تقول كده من الاول؟ يا عم شاكر انا عايزه ورقه واحده. خلصنا يا عم شاكر. الورقه. اربعه يا شاكر. استنى استنى منك لو اللي دفع هياخد الاول. ما فضلش الا 20 شويه يا شاكر. ايه الكلام ده يا شاكر؟ دي اوامر المعلم. يعني ايه؟ يعني انا عند المامور. اهدى انت بس وانا هفهمك على كل حاجه. تفهمني ايه؟ عاملين خناقه بره. ايه ايه فيها يا جماعه؟ انت عارف يا معلم ان احنا زادنا العيش. انا لو في ده حل انا ما اتاخرش. ما احنا لو ما بعناش كده هنبطل شغل ونسك يا معلم. هنجيب بضاعه منين؟ ما انتوا عارفين يا جماعه ان كل حاجه بتغلى. وايه العمل؟ هقول لكم ايه بس. شد على الجميع. ربنا مسيبه ويفرجها وساعتها السعر هيرجع زي ما كان ويمكن اقل. تصدقوا بايه؟ انا المخازن عندي ما فيهاش ياكل عصفور. طب والله شوف والله انا بيتي ما فيهاش اللي كان في خبيز يومين. ده كذاب. المخازن مليانه على اخرها والسعر اللي بيبيع بيه ده اتهوى بديده. يا جابر وطي حسك مش كده؟ انا استحيل اشتغل معاه بعد النهارده. تبقى غلطان يا ابني. ده انت جاي لك عيل وهمك هيزيد ان شاء الله حتى اشحت. ازاي عايز انا سايره في اللي بيعمله؟ محدش قال كده. بس ده اخوك مهما كان ومين عارف يمكن ربنا يهديه. يهديه؟ ده وحش قلبه ما يعرفش الرحمه. يا ابني احنا فينا اللي مكفينا مش ناقصين وانت مش هتصلح الكون. معلش خد كلك الافتايه. دول بيقولوا اللهم احفظنا في ناس بتاكل القطط والكلاب. انما اكل الكلاب والقطط دي حلال ولا حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ايه الناس دي كلها؟ بيدوروا على مكان تكون العيشه فيه متيسره شويه. دي ايام اشد من ايام الشوطه. انطب عبيدك يا رب. ليه ربنا سايب الناس تجوع بالشكل ده؟ من عارف حكمته جايز محتاجين يتقرصوا عشان يفوقوا نفسهم ويعرفوا ان الله حق. وليه ربنا سايبنا من الاول محتاجين ان احنا نتقرص؟ عشان يختبر الصالح من الطالح. ليه ما خلقش كل الناس صالحين وريحنا؟ انت هتكفري. هتعمل اكل لما تعرف؟ هم بيقولوا كده. مش فرح اختها على ابن المعلم عزيز؟ بس يا رب الاكل يكون فيه لحمه. لحمه؟ طب خد قرقش دي. بقول لك الاكل فيه لحمه. حلوه. والاخ منين؟ محسوبك من سنورس الفيوم. سنورس؟ وايه اللي حدفك على هنا؟ مش لاقيين اللغه انا وعيال. بقول لك مش لاقيين اللغه. يعني احنا اللي لاقيينه؟ الناس بتهد من الحار. وانتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ بقول لك ايه؟ ممكن تورينا عرض كتافك؟ ورينا عرض كتافك احنا مش ناقصين. يلا يا اخويا. يلا يا اختي. يلا يا فت. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاقيش عندك شغلة يا أبو الحاج. شغلة؟ ما كانش يتعزى بلدياتنا. إلهي يسترك أشتغل بلقمتي. عندي اتنين بيشتغلوا بلقمتهم وإحنا التلاتة مش لاقيين ناكل. We'll be right back.
وانا يا معلم جرأوا علينا مش هنعرف نحكمهم يا معلم. طب اتصرفوا وسفوا التراب واخر المتى ما يطفحوا الدم. ارجع مكانك. ارجع مكانك. انا يا سارة وحذرتكم قبل كده، تقوموا برضك تعتمدوا على املاك الناس؟ لا، وانا ما حبيش لحد على حساب حد، فاهمين؟ هو انا هنكمل بعملكم كويس، تقوموا تتمنعوا؟ والله لو اتكرر ده تاني لاكون ملبسكم طرح، اللي اقول عليه لازم يتنفذ بالحرف الواحد. من النهارده مش عايز اي تجمهر في الحاره، وبعد صلاه المغرب كل مخلوق ايها كان يلزم بيته، واللي هيخالف الاوامر دي هخلي الرجاله تتصرف معاه. ولقد اعذر من انذر. يا معلم فرج، ان اس الفساد والبلاء في المدعوقه البوظه، اقفلها يا معلم اقفلها. شوف يا شيخ رمضان، اللي عايز يروح البوظه هو حر، واللي عايز يتعبد في الزاويه هو برضك حر، كل حي بيتعلق من عرقوبه، انما انا اللي هيغلط بعد كده مش هرحمه، هنسلم. عفارم عليك يا معلم، حكيم دي ناس تخاف ما تخشيش. اي حاجه انا في المد. دي عيله وسخه ما بتورثش الا الشر والجنان. يعني الفتوانة رجعت زي ما كانت فتوانة على الحاره واهلها؟ دي ما اسمهاش فتوانة، دي بلطجه. غيروا السيره. السلام عليكم. سلام. الله. بالإذن يا جماعه ممكن اقعد؟ اتفضل. احنا في ديك الساعه لما نجلس اخو المعلم بتختشى منك لوك، راجل ما شفناش منه الا كل خير. بس هو ده الكلام اللي كان عمال يقوله؟ هو ده العدل؟ هي دي الجنه اللي خلتنا نحلم بيها؟ ليك حق، لكن هقولك ايه، يظهر ان حارتنا مفيش فايده ان نصلح حالها. ربنا يهدي المعلم فرج،
ويرجع زي ما كان في الاول. موت يا حمار لما اغطس يا جابر. لا كلامك مظبوط، بس يعني ما يعيبش السبع انه ينهش اللحم الحي، لكن العار للي يفضل ساكت وما دافعش عن نفسه ويا قاتل يا مقتول. قول يا مقتول يا مقتول. اللي ما دافعش عن كرامته يروح يموت احسن، هو بني ادم يهجر كرامه يا اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم، هنخذل اراده ربنا يا اخوانا؟ ما هو لازم يكون في حل للهم اللي احنا فيه ده. ايوه، ان الجبال يرجع وينجد الحرى وينجدنا. هو اللي يموت بيرجع تاني. ايوه جدك الجبالي والي ومبروك. طب وليه ما ناخدش حقنا بدراعنا؟ والله العظيم بس جاب عليك كلام، بس ايه عجيب. ايه العجيب اللي فيه؟ رجاله احنا ولا نسوان؟ اوعى تزعل، احنا بنضحك من قلبنا، انت عارف ان احنا بنحبك قد ايه. انا مش فاهمه ايه اللي يخلي فرج يفتري بالشكل ده. وزن الشيطان يا بنتي. وليه الشيطان بيغلب البني ادم امام كده؟ عشان بيستغل ضعفه. طب وهو فرج ضعيف؟ بني ادم مهما كان قوي بيضعف لما يعبد المال ويحب يتحكم في عباد الله. يا ابني خليك في حالك، اديك شايف طالق كلابه المسعور على الخلق بتفتري فيهم عمال على بطال. او ما قاعدين يحلموا بفضل الجبال ومستنيين ونجيتهم، وفاتت سنين ورا سنين ولساهم بيحلموا بامل ما يمكنش يتحقق. البني ادم مننا لو ما عندوش امل يبقى ما يفرقش عن الميت. ايوه بس الامل نفسه خلاص مات، الجبالي مات. مين قال انه مات؟ الجبالي موجود وعايش. الجبالي عايش في كل واحد من اهل الحارة، الجبالي جواك، الجبالي هو الخير، الامل اللي مسيره يتحقق. لكن ما كانش قصدي، انت عارف انا بحبك قد ايه، زي ما انا عارف انت كمان بتحبيني قد ايه، وقد ايه انت ضحيتي وقسيتي لحد ما ربيتيني. لكن لازم تفهمي كويس انك اغلى حاجه عندي في الدنيا دي كلها. هما لازم تعرفي اني بخاف عليكي من الهوا الطاير. فاكره فاكره اما انا صغير لو عيل جاب سيرتك بكلمه كنت بعمل فيه ايه؟ ياما انا من النهارده هعوضك عن كل اللي فاتك. انا وصيت لك على حته ارض وحبني لك عليها بيت، بيت عالي ياما من 3 ادوار زي ما كنت بتتمني بالظبط، وهشتري لك دكار ودولابك هيتملي هدوم جديده، مش هبخل عليك بحاجه، بس سامحيني ياما. شد حيلك. بقى في حياتك بركه فيك يا معلم، كلنا لها. ايه ده؟ ولا الحامل الصغيره تعمل في كده يا عم؟ ده باكش انا حاطه، تلاقيه هو اللي موتها. كلام ايه ده يا حاج؟ زي ما بقول لك كده، هو تلاقيه سمع حاجه كده ولا كده عنها هي وزينهم. مش كده امال؟ كلنا لها وانت راجل مؤمن. حاسس اني ضايع، حاسس اني بقيت لوحدي. ما تسيبنيش يا جابر،
خليك جنبي، أنا محتاج لك. قوم يا جدع انت. ايه؟ فضل. ايه؟ فضل. فضل مين؟ الجبال. الجبال ظهر، رجع تاني. خلص من جوع يا اخي ده انت. طب بص ايه ده؟ بص ايه ده؟ اكل جبته من ايه؟ من فضل الجبال يا ابن المسطول. ايه في ايه؟ راحت عليك نومه. يا ساتر، اما انا حلمت حلم غريب بشكل. خير، اللهم اجعله خير. هقول لك على حاجه مش هتصدقها. يبقى ما تقوليش. يا سيدي، بيقولوا ان جدك الجبالي رجع تاني وبيظهر كل ليله في الحاره. في ماشيه فكره. معقوله انت روحنا هتصدقي الكلام الفارغ ده؟ والله ده اللي سمعته في السوق النهارده. عنك انت؟ شلها يا جبالي. يا سلام، والتلات ليالي ورا بعض. ايوه، والعجيبه بقى انه ما بيظهرش الا للعالم الغلابه بس. يعني احنا المقصودين بالاتصال؟ يعني ايه؟ يعني السر بيسعى لينا بلقمه نسد بيها جوعنا. يا ما انت كريم يا رب. اسمعوا، احنا مش لازم نجيب سيره الموضوع ده خالص ونكتم عليه. صباح الخير يا معلم جابر. اتفضل. معلش بس متاخر شويه. ما تيجي، مش فاضلنا. رجع تاني يشتغل مع اخوه. انا اصلي مش فايق. الله، ولحد امتى هتفضل مش فايق؟ مش كده يا معلم؟ انا متضايق قوي يا جابر. انت راجل مؤمن صحيح، كل انسان وامه غالي عليه، بس برضه للحزن حدود. حزن؟ تصور انا مش عارف اذا كنت حزنت حقيقي عليها ولا لا. ايه اللي حقيقي؟ ده انت حالتك كانت متدهوره خالص. الواحد بيبقى في حاله عجيبه قوي قدام الموت، وحب لامي ده كان حاجه غريبه مغمياني. لكن لما راحت الغمامه دي لقيت مكان الحب ده كله حجر، حجر بارد. مش فاهمك. كانت خميره العكننه في حياتي والهم اللي عشت بيه طول عمري. ده انا مش مصدق وداني. هي دي الحقيقه، كانت خبيثه وسمعتها زي الزفت واخلاقها هباب. عيب يا فرج، اذكروا محاسن موتاك. ملهاش حسنه واحده. انا اذنك. الانثى جميل. على فين؟ ما حشتكيش فلوس ابو خليل. معلم جو. معلم مين؟ انا سيد المعلمين. بقول لك المعلم فرج. فرج؟ يا ليل الرب. افلتي انا هو يا معلم تحت امرك. انت فين يا فل؟ انت بتفكريني بمين يا فلتي؟ بمين يا معلم؟ بالمرحومة. مرحومة؟ أمي. وأنا طول برضه يا معلم؟ أيوه طولي. وأنا لما قلت طولي تبقى طولي. قوم اصحى. خد من فضل الجبال. اتفضل.
حالي حاضر. لامتى حطيتلك الذل والهوان؟ ليه المجرمين والطماعين بينعموا في حالك؟ ليه الطيبين والمؤمنين بيندازوا؟ ليه الناس نايمه ما بتتحركش؟ انت فضل جبالي؟ مبروك يا جابر، ألف مبروك، جالك ولد. الله يبارك فيك يا خالة حليم. خش يا ابني، خش. الحمد لله على سلامتك يا زبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله عليك. بص بص، شوف كل اللي شافوه قالوا عليه شبهك. هو لسه بان له شكل. أنا شايف إنه يشبه زبيدة. وأنت الطول يتربى في عز. أما أروح بقى أعمل لكم كوبايتين مغاد. هتسميه ايه؟ فضل. هتسميه فضل. بدل ما تسهر كل ليله بره البيت، مزاجك كله اعمله لك هنا. مش النهارده، ماليش مزاج. يا فرج، غيابك عن البيت فكر زياده عن اللزوم. وايه اللي في البيت يعني خلي الواحد يقعد فيه؟ مش كفايه ان سيرتك بقت على كل لسان وانا عارفه وساكته؟ سيرتي؟ مين ده اللي استقرا يجيب سيرتي؟ الحاره كلها شايفه عمايلك وبتقول البت الجربوعه دي جننتك. ما تشتمهاش. ده انا اشتمها واشتم اللي خلفوها. الغدية الواطية. خلصي، دي أشرف منك ومن اللي خلفوكي ومن أي واحدة في الحارة. بعد كده يا فرج، أحب الجنين وأموت في الجنين، ولا يهمك يا معلم، يقولوا اللي يقولوه. على رأيي أنا مبسوط كده، أنا مرتاح كده، وعايز أفضل كده، عايز أفضل غايب عن الدنيا دي كلها وأنا معاكي، وأنسى كل حاجة. هو في أحلى من كده يا معلم؟ تعرفي، أنا في يوم صحيت من نوم الصبحية، لقيت نفسي سكران، أيوة، سكران، كده من غير حاجة، حسيت زي ما اكون بتولد من جديد. يا حلاوة. حسيت اني مش طايق حياتي، لا اللي عايشها ولا اللي عشتها قبل كده. كرهت كاري، كرهت التجارة والمكسب والفتوان، كرهت الناس ومحلستهم، كرهت زينب وملك. حسيت انهم بيمصوا دمي واعصابي من دون وجه حق. حسيت اني زي ما تكون في نار طالعه من جوايا. قلت منعول ابوها دي دنيا علي فيها، شوف نفسك يا فرج. عايز اقولك حاجه يا معلم. قول يا روح المعلم. انت ألذ راجل في الدنيا. ازاي تترددوا معاه في فضل الجبالي؟ ما تزعلش، الله يلعن الفار وايامه. الله يلعن الجشع مش الفقر. الجشع هو عدو البني ادم. مين هناك؟ جابر. انت ايه اللي جابك هنا السعاده يا جابر؟ ها؟ وايه اللي انت شايله ده؟ ابني رايح اباركه في الخلا. تباركه عشان مكان مبروك.
اكمن جدنا الجبالي طلع الخلا زمن الشوطه وهيرجع تاني. طب صدق التخاريف اللي الناس بتقولها دي يا جابر؟ والله ما انا عارف، ما هي حاجه تلخبط. الله ده الواد جميل، بسم الله ما شاء الله. الله سميته ايه يا جابر؟ فضل. ده انت مصدق ونص يعني. ربنا يخليهولك يا جابر، تصبح على خير. والمسيحنا عايش يا معلم. ده انت حرامي ونهارك. سرق من المخزن اكتر من نصه يا الكلام ده. اتعلم ده الراجل بتاعك، انا فديت عمري في خدمتك. انت اللي معاك المفاتيح. مش بس اللي كل ليله اتعلم وبتفضل في الطب عشان يوم محدش بيقدر يمد ايده عليها. ممكن حد ياخدها في الفترة دي ويرجعها تاني يا معلم. وانا معرفش ليه بقى. خلي انا راضية. ما اقدرش اتهم حد يا معلم، بس انا والمسيح الحي بريء. اثبت انك بريء. اعمل ايه بس يا ربي؟ فضل الجبالي بقى، مش قادر اصدق. انت اخر واحد كان ممكن اشك فيه. ليه؟ كان لازم اعمل كده. تعمل ايه؟ تبدد بضاعتي؟ تسرقني؟ تسرق اخوك؟ وعشان ايه؟ عشان شوية صيع؟ ايه الحكمة في كده؟ يا فرج، التجارة شيء والإنسانية شيء تاني يا فرج. لا يا شيخ، صحيح أنا كنت مغفل. أم الله يرحمها كان عندها حق. صحيح إنك خبيث وحقود. ده جزاتي، ده جزاتي يا عيلة جبالي، بعد ما كنتم مسلولين وبتبوسوا الأيادي وبتدسوا بالصرم، خليتكم أسياد الحارة ومحترمين. طول عمرنا كنا محترمين. سمعتها ما ضاعتش الا بعمايلك. اني سمعه؟ سمعه الحراميه والمجرمين ولا سمعه الغوازي؟ كفايه تخريف بقى. انا حرفيك يا معلم جبالي. دوتش برهان. اعمل لي فيها فضل الجبال. بلاش كفايه، بلاش حرام. وسع 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 يا جدع، وسع وسع كده شويه. ودلوقتي يا معلم فضل، هعلقك من عرقوبك لحد ما تصفى روحك نقطة نقطة.
خدوه. كفاية يا كفاية حرام. مش كفاية بهدلته وكرسيته قدام الخد ده؟ اخوك يا معلم فرج، اخوك من لحمك ودمك، حرام عليك، خليهم يسيبوه. حرمة عيشتك منك لا، وانتوا كمان مش عاوز اشوف وشكم في الحارة بعد النهاردة. يا مؤاخذة يا معلم، دول غلابة. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. اسكت يا كافر، وإلا والله أشنقك بشال عمتك. ده ضحى بروحه علشانكم، محدش يقدر ينجده غيركم. أيوه، بس إحنا هنتحدى الفتوة ورجالته، دول جبابرة. إحنا الفقر هددنا، ما عادش فينا حيل. إحنا ممكن نطلع عليهم بالليل، وكل واحد فيهم نايم في بيته، محدش فيهم هيقدر علينا، صدقوني. لا دي حكاية احنا مش قدها. لو اتجرأنا وتحركنا كل الناس هتمشي ورانا. لازم تتحركوا، اذا ما تحركتوش جابر هيضيع هيضيع هيضيع. ام فاطمة، انا عن نفسي تحت امرك، وما ينكلش الجميل غير ابن الحرام. يا راجل سامع رجل غريبة بره، يقطع البوزة وسنانها. مساء الخير. المعلم الدكش موجود؟ عذر الله يسعد. جايبة له الحاجات دي. I'm gonna go! I'm gonna go! I'm gonna go! I'm gonna go!
حصل ده؟ ايه اللي عملتوه ده يا ولاد الزواني؟ ما تشوف مين اللي ابن زانية؟ الكلام ده تقوله لنفسك. لو كنت بكبراد اللي هو مكانه الجبالي وترجع ليه من عادتها القديم. ما عدناش نعمل لحد ولا ليك انت. كلام سليم، لكن عندكم ثقه في نفسكم ولا دي كمان؟ لا. واحنا قيمتنا ايه؟ ما هو لو لمينا نفسنا، لو شلنا كلنا النبابيط احنا وولادنا، لما كل الناس تشتغل لما نبقى كلنا يد واحده، يد شغاله. يا اخوانا ده معقول؟ معلم ولادنا اتلموا على بعض وحاسوا بقوتهم ما يطلعوش في الزوق. ما كانش هددهم وكسر عينهم الا لما كانوا متفرقين. بكره نشوف قرف ما شفناهوش قبل كده. لازم بسرعه نبعت لفتوره العطور يجي يشكم الدعاء دول عشان الامور تستقر. طب شخليله جيوبك.